هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية وبهذه العشر وما بعدها من أيام التشريق. الثاني عشر صيام يوم السبت منفردا لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، سواء وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو لم يوافق، فلو أفرد الإنسان صيام السبت فلا إشكال في ذلك. أما الحديث نهى عن صيام يوم السبت هو حديث ضعيف من حيث السند ومن حيث المتن، وقد بينت ذلك في موطن آخر من أراد الرجوع إليه فهو موجود على اليوتيوب. إذن لو أن الإنسان صام لأنه سيوافق هذه السنة يوم عرفة سيوافق السبت، وبعض الناس يتحرج لم يصم مثل هذا اليوم، فنقول لا بأس بذلك ولا تحرم نفسك الفضل، ولا تحرم نفسك الفضل.